استقبال الدعم الذي تحتاجه، خاصة في ظل الحصار المفروض عليها والمطبق منذ سنوات طويلة. إلى أي مدى تستطيع القول بأن حركة حماس أثناء وجودها في هذا الموقع في المجتمع الدولي وخاصة في المجتمع العربي والإسلامي هي تعاني أكثر مما تستطيع أن تفرض رؤيتها؟ يعني دعني أؤكد أنه تعزيز العلاقة الاستراتيجية وتحميل الأمة لمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية هو أمر مهم، ومن هنا حركة حماس لديها مواقف ثابتة في ضرورة أن تبقى على مسافة واحدة من كل الدول، وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وأن تعمل على استحضار أو حضور القضية الفلسطينية في المربع العربي والإسلامي. لكن في مقابل ذلك هذا لا يمكن أن يكون على حساب المبادئ والحقوق والثوابت الوطنية. ومن هنا حركة حماس في ذات اللحظة التي تستضاف فيه من قبل بعض الدول هي تعبر عن موقفها الصريح الرافض لأي خطوة يمكن أن تمس المبادئ الوطنية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بنسج أي علاقة مع العدو الصهيوني والتطبيع مع الاحتلال. نحن بالتأكيد نريد أن نصنع خلينا نقول حالة تحالف استراتيجي مع العنق العربي والإسلامي الداعم لقضيتنا والمعزز لمقاومات الصمود والثبات، ولا نريد لأي دولة عربية أو إسلامية أن تنفض يدها من القضية الفلسطينية. وحركة حماس إنما تفرض إرادتها فيما تملك، وأعتقد أننا في ساحة المقاومة نستطيع أن نفرض إرادتنا ونصنع معادلة جديدة في إطار صراعنا مع العدو الصهيوني، لكن في إطار علاقتنا مع الدول العربية والإسلامية نريد أن نصنع حالة من تكامل الأدوار بما يخدم القضية الفلسطينية وتعزيز مقاومات الصمود والثبات لشعبنا بإذن الله. تقول بما لا يتخالف مع المبادئ التي تتبناها حركة حماس. لم نسمع مثلا أن حركة حماس أصدرت قولا أو تصريحا يدين اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على سبيل المثال، العالم كله أدان هذه الجريمة، لكن بعض المراقبين يقول بأن حركة حماس تتبع سياسة النأي بالنفس، وأن هذه السياسة ربما تطغى حتى على فكرة المبادئ التي أشرت إليها. أنا أعتقد أخي الكريم أن القضية المركزية للأمة هي قضية فلسطين، ونحن معنيون أن تتوحد الأمة بجميعها حول هذه القضية باعتبارها أن قضية الكل. ومن هنا نحن نريد أن نحشد الرأي العام العربي والإسلامي وحتى الدولي الداعم لقضيتنا الفلسطينية، ومن هنا سياسة النأي بالنفس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية العربية هي استراتيجية لدى حركة حماس، لم تتبعها في دولة دون دولة أخرى، بل هذه استراتيجية ثابتة لمحاولة حشد وهذه الدول بجميعها لتكون جزء من صناعة مشروع التحرير لشعبنا، كل بقدر استطاعته وفي حدود المتاح من ذلك. وبالتأكيد حركة حماس غير معنية بأن تعادي أي طرف عربي وإسلامي وحتى دولي، باعتبار أننا نريد أن نحشد الكل حول العدو المشترك للأمة وهو العدو الصهيوني. لكن أعتقد أن حركة حماس دوما مع حرية الشعوب ومع حرية التعبير عن الرأي ومع التعدي دوما على أي دم عربي ومسلم وحتى إنساني يراق دون وجه حق. طيب، على ذكر الدم، التطبيع هو أحد الجرائم التي يعني حركة حماس ترفضها وتشجبها دوما باستمرار، والتطبيع هو مع الجانب الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال ويسفك الدماء وما إلى ذلك. البعض يقول لماذا تطبعون مع الجانب الإيراني وهو أيضا يقتل الأطفال في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي غيره؟ برضه هو في نفس الاتجاه، نحن نتحدث عن مركزية القضية الفلسطينية ونتحدث عن مفهوم التطبيع وهو المفهوم المتعلق بتطبيع العلاقة مع العدو الصهيوني، وبالتالي نحن مع كما أكدنا أننا مع حرية الشعوب ومع عدم إراقة الدماء، لكن معنيون في الخط الفلسطيني أن تكون كل هذه الدول العربية والإسلامية هي دول مساندة وداعمة لقضية الفلسطينية، وإلا ستجد كثير من الأنظمة العربية والإسلامية لديها إشكالياتها ولديها بالتأكيد مواقف تمس حقوق وحرية شعوبها، لكن بالتأكيد حركة حماس معنية بأن تبقى على تماس وعلى تواصل مع كل هذه الدول فيما يخدم القضية الفلسطينية، بمعنى أن وجهتنا فلسطين، أن وجهتنا فلسطين، أما مبادئنا الإسلامية التي نتمتع بها بالتأكيد نعبر عنها ولا نحيدها عن مواقفنا بما لا يمس
الشؤون الداخلية لهذه الدول، لكن نريد لكل هذه الدول أن تكون وجهتها معنا في اتجاه مشروع التحرير والانعطاف من الاحتلال بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا ما نسجنا أي علاقة مع أي طرف عربي أو إسلامي أو حتى دولي، إنما نسجه بما يخدم قضيتنا العادلة، ولا يعني ذلك أننا نتفق معه في ذات السياسة أو في ذات التوجهات السياسية الأخرى أو أننا نؤيده في ذات المواقف التي يقدم فيها على مخالفة الدور الأخلاقي. على حال في